بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم مرة تانية، وبرضو بنقول الحرف الساكن يا أستاذ ما بنعرفش نقرأه مع الحرف المتحرك، إزاي نقرأ الحرفين الاتنين مع بعض في مقطع صوتي واحد؟ أخذنا حلقة من قبل، واليوم نستكمل بقية الحلقة إن شاء الله، وبعد كده إزاي نقرأ الحرف المشدد. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن شئت ربي جعلت الحزن سهلا. نبدأ على بركة الله. قول، أخذنا في الحلقة السابقة كلمات كثيرة جدا جدا، وقلنا ركز معايا، بسم الله الرحمن الرحيم، ركز معي. أربع كلمات، قبل ما أقرأ الكلمة أنظر لها الأول نظرة بعناية دي عشان أحدد، من أجل تحديد هي هتقرأ إزاي، كم مقطع هي. وإحنا قلنا الكلمة المتكاملة الأركان هي عبارة عن كلمة بها متحرك وساكن وممدود، هنتكلم فيها إن شاء الله، الكلمة متكاملة الأركان. طيب اليوم إن شاء الله أنا عندي ركن واحد، إيه هو الركن؟ القاعدة بتقول إيه؟ بتقول ينطق الساكن مع اللي قبله، والمد مع الممدود، والمتحرك وحده. وهنتكلم دلوقتي وهنقول إزاي المتحرك. ركز، الساكن مع اللي قبله، أنا هنظر للكلمة هلاقي فيها حرفين اتنين ساكنين، اتنين اتنين، الساكن حرف الباء مع الألف، والساكن هنا حرف الراء أقرأه مع الزاي. يبقى هقرأ الكلمة دي على كم مقطع؟ على مقطعين. يعني ايه مقطعين؟ ركز، يعني هعتبر ان الكلمة دي أنا اهي قطعتها، ده اسمه مقطع وده اسمه مقطع. يعني ايه مقطع؟ يعني هقف عند الكلمة دي عند الباء وهقف، اقول ايه؟ او بو، خطأ، هي الباء معلاش ضمة، وكده انت قرأت الحرف اللي مقطعين اتنين، او على صوت للاو، ما هو اسمه مقطع صوتي، او بو،
صوت كمان للبو للباء. ده هي الباء اصلا عليها سكون وما عليهاش ضمه. امال ايه؟ اصل الاثنين ببعض. اقول ايه؟ بقولش او واقول ايه؟ اوب. كأن اقول اوبا اوبا اوبي اوتو اتي كده. اقول ايه؟ اوب وقف. ها الذال ده عليها ضمه يا استاذ. ايوه. طب ما الراء عليها سكون يبقى اقرا الراء مع الذال. ها ذر. وركز في حرف الذال. الذال من الحروف اللثويه، يعني احط لساني بين اسناني وانا بنطق الحرف. اوب ذر. اوب ذر. بذرة. بذرة ايه يا باشا؟ بذرة ايه؟ بذرة اولا الباء لو قلت باء الباء مفتوح. طب والالف اوديه في ايه؟ ها؟ اوب ذر. اوب ذر. ابذر. ابذر يعني ارمي البذرة. البذرة الرجل فلاح، كلنا فلاحين طبعا مع احترام الجميع طبعا لهم التقدير والاحترام، بيحاول يرمي البذرة في الأرض عشان تطلع الزرع. أبذر. أبذر. طب ودي هقسم برضو كم مقطع؟ ثلاثة يا أستاذ. ثلاثة ليه؟ ليه ثلاثة؟ ده اللام عليها سكون هتقرأ مع الألف خلاص، والعين عليها سكون والباء عليها سكون هتقرأ مع العين، يبقى ده مقطع وده مقطع أهو، مقطع ومقطع بس كده يا استاذ. ايوه والله بس كده اهو، مقطع ومقطع. تمام. يلا. ال مش الف هي مفتوحه عشان اقول لا اي 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 بس ما اقولش وقف. ال 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 اوصل اللام بالالف على طول. ال وقف. ال لا ما اقولش اي لا لا. ال ال عابا عابا العابا غلط. ال ما تقرأش، قرأت ال كأنك ما قرأتهاش ولا هي موجودة في الكلمة. نقرأ بقى دي بقى عب 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 عب، يبقى ال عب ال عب العب العب بعد ما تذاكر طبعا. ها عرفنا يا أستاذ. ساكن مع اللي قبله. برافو. والمد والمد مع الممدود. مفيش مد هنا. امال ده يا استاذ؟ ده الف عليه همزه يا حبيبي. الالف اللي عليه همزه ما يبقاش مد. ها الراء. ايوه يا استاذ الراء مع الالف. امال ده يا استاذ ما هو ما عليهوش همزه وده مد؟ لا طبعا. وهقول لك مش مد ليه بس لما تيجي حلقات المد ان شاء الله. ها هقول ايه بقى؟ اهو ادا مقطع وادا مقطع تاني. يلا. اق لا اي 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 اق اق ما تقولش اك مش اك هي مش كاف هي قاف. اق قا قا من الحروف المفخمه الغليظه. اق را را اقرا يا استاذ. برافو برافو برافو. اقرا اقرا. يلا كمان. ها اف هم. اف هم. اف هم. اما تيجي تكتب بقى ما تقولش ايه؟ ايه فا ها ما. خطا خطا. احنا بنقول لك اقرا بمقاطع صوتيه وتقف عند الساكن وتقف عند المتحرك. تقف عند الساكن وتقف عند المتحرك. ولما تقرا بمقاطع صوتيه انت لما تيجي تكتب تقرا المقطع على بعضه. يعني اقول ايه؟ اف وانا باجي اكتب ما اقولش ايه الف همزه وفاء. لا اف على بعضها. اف يعني الف وفاء. هاما. لا هاما لا ما تنفعش. ما هم هم يبقى هاء ومي. نفس المقطع اللي انت قراته هو نفس المقطع اللي انت بتكتبه. وانت بتكتب تقرأه برضو مقطع زي ما هو. هنزود هنا بقى
لا مش هنزود الحرف دلوقتي، بلاش حرف الزاد. طيب هنا الالف يا استاذ انت نسيت تحط لها همزه. لا الالف دي ما عليهاش همزه، اسمها الف الوصل او همزه الوصل، هنتكلم فيها بعدين ان شاء الله. تمام. طيب ممكن نكتب جمله كده ونشوف اخبارنا ايه فيها، يمكن نكون قدرنا نوصل لحل. نقرأ ده ونقول يلا. ضاع ضاع غلط خطأ. بعض الإخوة العرب ما بيعرفش ينطق حرف الضاء. ليه ما بيعرفش ينطقه؟ الخطأ عنده هو. إزاي؟ هو بيجي ينطق الحرف ده بيحط لسانه ما بين أسنانه فيقول إيه؟ ضاع ضاع. كلمة ضاء ضاع، هو أنا مش قادر أفرق هل هو قرأ الضاد ولا قرأ الظا، مانيش فاهم، مش عارف، مش قادر أحدد. فعشان كده هو يتلاشى من الموضوع ده، ما يحطش لسانه ما بين أسنانه وهو بينطق الحرف الضاء، يقول إيه؟ ضا 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 ضا. لسانه لازق أهو، ضا 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 ضا. ها؟ ضاع بس. ها ضاع؟ لا مش عا، لان عليها سكون. ها مع بعضها ضاع ضاع، والضاد من الحروف المفخمه اللي عكسها حرف الدا دا دا. ها ضاع هنا الساكن مع اللام. طب وهنا؟ هنا قرئ في مقطع واحد لانه حرفين اتنين ساكن مع اللام. طب وهنا بقى هنقراه على كم مقطع؟ اتنين يا استاذ. القاف مع اللام والميم مع الكاف؟ لا، هو كل كلمه يبقى كل حرفين اتنين؟ لا طبعا، في كلمه تقرا كل حرف لوحده، وفي كلمه فيها حرف لوحده، وفي كلمه فيها حرفين مع بعض. مفيش ثلاث حروف يقراوا في مقطع صوتي واحد، يا اما حرف يا اما اثنان. تمام. هنا نقول ايه بقى؟ دي حروف ايه؟ دي اسمها الحروف المتحركه. ايه الحرف المتحرك ده يا استاذ؟ الحرف المتحرك حبيبي هو الحرف اللي عليه فتح او كسر او ضم، ده اول شرط. طب ما يا استاذ فتح او كسر او ضم عليه فتحه او يعني ده متحرك؟ لا مش متحرك. ليه؟ ليه؟ ده اسمه متحرك مع ساكن، يعني ما ينفعش يقرا لوحده. أمال ده إيه؟ متحرك فقط، يعني إيه؟ يعني كل حرف حبيبي يقرأ لوحده. قاف. طب يقرأ لوحده إزاي؟ يعني أقرأ الحرف وقف. قاف. ألف دي؟ دي مش ألف. الألف لا تتصل بما بعدها. طالما اتعملت كده ما بقتش ألف، بقت لام. ها؟ قاف. لا ما كا قا لا قا لا. تقيل عليه الاربع حروف اقراهم مع بعض. اقرا اتنين اتنين. قا لا قا لا قا لا. ما كا ما كا قا لا ما كا قا لا ما كا قا لا ما كا. ضع قا لا ما كا. ضع ايه؟ قا لا ما كا. الكل بيخطأ او الكثير بيخطأ في الكلمة دي. دي كاف وايه؟ كاف وياء. وكثير جدا يقرأ الياء الف، وخاصة لو جاءت في ايه؟ جاءت في اول الكلمة.
وساعات يقرا الالف ياء وبرضه لو هي جاءت في اول الكلمه. ها طب هنا دي اسمها ايه؟ كاف وياء. كاف وياء كا لا مع بعض كيا 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 لا يا يا انت فتحته ي ي ما كملش الحرف ما كملش نطق الحرف. الحرف ينطق على مرحلتين اثنين. انا باخد اول مرحله اللي هي مرحله السكون اقول ايه كا كده ده كامل. ليه؟ لان هو المفتوح. اما الساكن بياخد نصف الحركه كي كي كي. لو قلت كا ووقفت استحاله تعرف تنطق الياء ساكنه. كي كي. طيب ها هنقرا ازاي الكلمه؟ اربع حروف يا استاذ. ان شاء الله يكون 10 حروف 15 حرف مش مشكله. الكلمه تقسم. هنشوف هنا هي فيها كم تقسيمه. كم تقسيمه؟ ما فيهاش مد وما فيهاش حروف متحركه زي دي كده. يعني ايه حرف متحرك؟ يعني حرف عليه فتحه او كسره او ضمه. ده شرط. الشرط الثاني بقى عشان يبقى متحرك لازم الحرف اللي بعده ما يكونش عليه سكون. ايوه يا استاذ ده حرف اهو متحرك اهو بس اللي بعده عليه سكون فيقرا المتحرك هنا مع الساكن. اما هنا كل حرف يقرا لوحده واصبح كل حرف هنا متحرك. يعني كيف كلمه قال ماك تقرا على اربع مقاطع صوتيه قال ماك. تمام هنا نكمل فين السكون هنا ازاي يا استاذ؟ هتقرا مع ايه؟ مع الراء؟ لا مش مع الراء، تقرا مع اللي قبلها مع الالف. ها فين السكون؟ العين يا استاذ هتقرا مع ايه؟ مع الراء. برافو عليك. وناخد الكلمه الثانيه ها فين السكون؟ الحاء تقرا مع ايه؟ ص. لا غلط، مع التاء الساكن مع اللي قبله يعني مع اللي اتكتب قبل منه. ها والصاد مع ايه؟ مع الدال. تمام نقرا والله وبكل سهوله هنقراه بكل سهوله هنقراه. ها إذا لا إز إز اوعى تقول لي إذ لا إز زي عادية ما تحطش لسانك بين أسنانك. إز رع إز رع إز وقف واقرأ دي رع 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 يبقى إز رع إز رع. ها كل الاتنين مع بعض أهو أنا قطعتها لك أهي تح 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 تح. ها صدو صدو لا بص صدو هي دال على ضمه ده دال على سكون. صدو مقطعين مقطع واحد بس. صد 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 تح صد تح صد. طول ما انا لسه بتلعثم في القراءه بحاول اقرا الحرفين ما تنقلش على الحرفين التانيين لا خالص. افضل اقرا الحرفين لغايه ما يطلعوا مظبوطين 100%. از 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 رع 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 از رع از رع تح صد تح صد.
هقولها لكم بالشكل الثاني عشان تعرفوها برضه. استنى انتظر بص انظر للكلمه الاول وحدد المقاطع هي كم مقطع ساكن مع اللي قبله ولا مقطع والساكن مع اللي قبله ولا كم مقطع تمام بس خلاص ودي ساكن مع اللي قبله هي دي يا استاذ دي تاء دي تاء امال هي عاليه ليه كده يا استاذ طالما اي حرف الباء او التاء او الثاء الباء او التاء او الثاء او النون او الياء خمس احرف هم باء تاء ثاء نون ياء اللي هم كلهم لهم اطباق كده اذا جه بعدهم سين او شين سين او شين يبقى الباء تبقى عاليه كده والتاء كذلك والثاء كذلك والنون كذلك والياء كذلك ليه عشان تظهر التاء من السين ما يبقاش كله شكل بعضه كله قد بعضه كده زي كده تا سا مش عارف اصلا ايه ده كم حرف دي مش عارف ايه واجي احط روحك اعمل نقطه كده اهو ونقطه كمان كده اهو مش عارف هي دي نون ونون ولا ايه بالظبط عشان كده بنقول ايه التاء والتاء اهي اكتبهم لك اهو الحروف اهي التاء التاء مع السين او الشين التاء الثاء الباء النون الياء اللي بتاتي فوق الكلمه الخمس احرف دول اي حرف فيهم يجي بعد منه سين او شين ما يتكتبش بالشكل ده لا يبقى مرتفع عن كده طب لو هكتبه بالشكل ده هيبقى في مسافة بقى كده يعني الثاء اهي ثاء بعدها شين مثلا يبقى الثاء اهي كده والشين كده تمام يبقى في مسافة كده اهي يلا نرجع بقى للدرس نرجع للدرس ها العين مع الدال يا استاذ برا يعني يا استاذ ايوه عين دي عين وهتلاقيها هنا كمان اهي بالشكل ده عشان لما تشوفها ما تقولش ده حرف ايه ده اهو دي عين ايوه دي عين يا استاذ تاتي في نهايه الكلمه وتاتي في وسط الكلمه لكنها لا تاتي في اول الكلمه ما ينفعش تاتي في اول الكلمه ها نقرا اح ها اح اح خلاص كاني ما شفتهاش ما اقولش اح يا سي مالكش دعوه بالالف والحاء خلاص انت قراتها كانها مش موجوده اقرا اللي بعدها بقى اهي سن 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 وارجع لها تاني احا لا خطا طالما ترجع لازم تقرا تاني صح اح اح سن اح سن اح سن ها الكلمه اللي بعدها ايه اللي هيقرا مع ايه برافو عليك التاء مع السين ها تاء سا لا 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 مش سا خالص هي سين بس عليها سكون مش سا مفتوحه ها تاء سا تاء سا لا غلط تاء سا كده مقطعين اتنين لا تس 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 عود نفسك على نطق على نطق الحرف الساكن مع اللي قبله تس ها تس خلاص ماليش دعوه بيه مش هجيب لو جبتها من الاول تاني هتغلط ها عد 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 تس عد تس عد تس عد نكتفي بهذا القدر اي استفسار اي تواصل 010 211 6994 او من خارج البلاد بلس
او زائد 2 0 10 2 11 6 9 9 4 1. والى لقاء اخر، نترككم في رعايه الله ومنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، احبكم في الله. على المشاهدة، إن أعجبك الفيديو سجل إعجابك ولا تبخل باقتراحاتك للفيديوهات القادمة، كما لا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك فيديوهاتنا اليومية.